يو دراري، معاكم فوكس. كيف ما كتعرفوا لحت واحد البوست فيسبوك في الجروب ديال الفيسبوك ديالي باش تسولوني وانا نجاوبكم هنايا في فيديو. صراحه فاش درت هاد البوست كان كيصحاب لي بنادم غير بدا يطرولي، غادي يبدا يدير اسئله، غادي يطرول دي سميتو، ولكن استطع والله تصدمت. يعني لقيت تقريبا اكثر من 150 سؤال، يعني اسئله اللي فريمون زوينين واسئله خاص يتجاوب عليهم واسئله خاص يعني بنادم يعرف الاجوبه ديالهم. نيت باش الناس تزيد تعرف عليا، وحتى الناس اللي جاوا جداد ولاو تعرفوني يزيدوا يتعرفوا عليا. سو باش بلا ما نسيت باش نفكركم، غادي نعزل واحد من هاد الناس اللي سولوا وغادي نصيفط ليه ماوس باد يعني طابي جيمر حتى المدينه ديالو ولا فين تيسكن تقريبا. المهم طابي جيمر هذيك طابي اللي كتكون طويله. المهم باش ما نطولش عليكم غادي ندوزوا للاسئله. نيشان غنحاول ندير هاد الفيديو بلا مونتاج بلا حتى شي حاجه، غادي غنقرا بحال مستريمي لايف. اوكي غادي نقرا اول سؤال. كاين ديال السؤال ديال الاخ لسان، خويا فوكس الكلين هاوس امتى غادي تحقق؟ كيف ما كتعرفوا شحال هادي كنت قلت لكم باللي غادي ندير واحد كلين هاوس، يعني جمعت انا واحد الدراري يعني ستريمرز مغاربه، اقترحت عليهم فكره علاش ما نكريوش دار نوليو ساكنين فيها وكنستريميو فيها، يعني دار جيمين هاوس، يعني دار عايشين فيها وندون ستريميو فيها، يعني ديك الدار تولي تعرف بان ديك الدار كيستريميو فيها الستريمرز المغاربه، يعني دوك الناس اللي ساكنين في ديك الدار تقريبا بحال الشكل ديال السولاري غادي تكون عارفين. فاش صافي حطينا داكشي فوق الطابله واتفقنا وسميتو، من بعد جاونا واحد المشاكل اللي نقدروا نقولوا ماديه، يعني كاينين الناس اللي وقع لهم مشاكل ماديه ما قدروش، ماشي ما بغاوش ولكن ما قدروش، يعني لقينا واحد المشكل قلنا نحبسوا شويه نعطيو راسنا شويه ديال الوقت، ولكن الفكره غادي تبقى نقدروا نبداو بجوج حتى يلتحقوا علينا الاخرين، يعني الفكره بقات. مهم اجلنا القضيه شويه، من بعد تما فاش كنت كنقول لكم واحد المفاجاه واحد المفاجاه. المهم واحد الشركه اكس جات بحال قلتي بغات تاخذ الفكره ديالنا ونكونوا فيها حنايا وشي ستريمرز مغاربه نكونوا حنا في ديك الدار، يعني ديك الشركه غادي تكلف لينا بكل شيء، وديك الشركه اللي سبونسوري من عند شركات كبار وعالميين، يعني قالت لنا بحال غادي ناخذ هذه الفكره وهي غادي تكلف بكل شيء، مثلا غادي هي تكري الدار، غادي تصايب البيسيات، غادي تصايب الكونيكتو من عندها، كلشي من عندها، يعني حنا اللي علينا الخدمه ديالنا اللي غيكونوا في ديك الدار هو نستريميو في الشانيل ديالهم، يعني مثلا بلاص ما نستريم كل واحد يستريم في الشانيل ديالو، يعني نبداو نستريمو في ديك الشانيل تقريبا بحال الشكل ديال سولاري. تقريبا الشركه اكس يعني طلبت منا نتسناو ونتسناو داك الشيء. المهم حنا مازال تنتسناو، واخا ما نكذبش عليكم انا مني وليت بارتنر مع تويتش وليت كنفضل نخدم سولو، نخدم عند راسي ان شاء الله هو البروجي ديالي قريب يكمل، يعني نولي خدام عند راسي بلا ما نولي مرهون مع شي واحد، يعني الصراحه ديال الفكره ديالي. ونقدر نقول لك الفكره ديال كلين هاوس هي باقا كاع الا ما كنتش فيها انايا غادي يكونوا فيها ستريمرز مغاربه، يعني مهم الفكره اللي بغيت انا تكون في المغرب الحمد لله جات واحد الشركه بغات تاخذها، الا ما كنتش انايا غادي يكونوا فيها دراري اللي ستريمرز مغاربه غادي يكونوا معروفين. نتمنى نكون جاوبتك على السؤال ديالك. ندوز للسؤال الثاني ديال عبدو الفريندي، اسمح لي الا ما قلت سميتك مزيان. فوقاش اول مره بديتي كتلعب الليغ؟ الليغ اوف ليجند بديتها تقريبا في الاواخر ديال سيزون 2 ولا في البدايه ديال سيزون 3، يعني تقريبا فاش خرجت شامبيون ديال جيس، يعني تما في ديك الوقيته اللي بديت كنلعب ليغ اوف ليجند، ما عرفتش سيزون 3 يمكن 2013 بحال هكاك. نجيح مبارك، كو كان ممكن تكون دوده اش من نوع تكون؟ تقريبا غادي نكون نفس الدوده اللي كاينه فيك دابا. كنضحكوا ولكن جيتي لي في الاسئله انت يا صاحبي، خلينا نقراو داكشي اللي هادو ما طرو ليك كنهضر عليهم. معليش. ندوز للسؤال الرابع. امين شوب، شنو اللي حفزك اكثر باش تريسكي وتدخل هاد الدومين ديال الجيمين؟ اول حاجه اللي حفزتني الصراحه بالمول جيمين في المغرب بدا كيبان، يعني شحال هادي ما تقدرش تريسكي. وغنعطيكم نفس المثال ديال الكره، كان قالوا ماجيك فيديكا شحال هادي بلي
شحال هادي ما كانش الواحد يقدر يخلي ولادو يمشيو يلعبوا كره ولا شي حاجه، لا ضروري تقولي القرايه ديالك وخصك تكون. مي دابا في حاليا بان الكره ولات كتعطيو بنادم كيدير فيها مستقبل كبير، يعني الواحد فاش كيشوف ولدو كيلعب مزيان ولا سميتو تيقول ماما كاين لا قرايه لا والو كيدخلونيش للكره، علاش؟ حيت ولا فيها مستقبل. هكا الجيمين يعني بشويه بشويه غادي وكيبان. اول حاجه غمرت علاش؟ حيت الجيمين في المغرب ولا كيعطي ولا كيبان زعما، ما بقاش كيف كان شحال هادي. بزاف ديال الحوايج تحسنوا، ماشي ولا 100% ولكن غادي كيتحسن. اول حاجه يعني الجيمين بدا كيبان في المغرب. ثاني حاجه كيعجبني هاد الدومين هذا، تيعجبني يعني. ما اي واحد سولتي غتشوف واش غالبا في الجينيراسيون اللي طالعين حنا غتقول لي واش عزيز عليك تلعب اي جو، غيقول لك فوالا تنحماق على الدومين، تنحماق على الجيمين تندير. هذه ثاني حاجه. ثالث حاجه هو بغيت ندير شي حاجه، شي بروجي اللي غادي يهزني انايا في هاد الدومين نيت. يعني ثلاثه الحوايج اللي نقدر نقول لك يعني لوجيك الواحد يقدر يسكي عليهم. ندوزو السؤال الرابع ديال ميزو. كتظن تويتش قد يعيشك مزيان واش عول عليه؟ لا ما عولش عليه. انا كنت غادي نحبس ستريم كيف ما عارف، الا ما شفتوش الفيديو ديالي قبل اللي عاودت فيه القصه ديالي كنت غادي نحبس ستريم. علاش؟ حيت ستريم في المغرب، كندوي على في المغرب مثلا، انا كنت في فرنسا كتكون حاجه في دوله اخرى كتكون حاجه اخرى. ستريم في المغرب ما يمكنش تعول عليه. علاش؟ ما كاينينش لي سبسكرايب بزاف، لي دونيشن تيكونوا قلال، يعني ما يمكنش يعيشك يعني كبوحدو، ما يمكنش يعيشك. وي هو فيه الفلوس، بعض المرات كيكونوا فلوس اللي راه بزاف، ولكن دوك الفلوس راه ما كيجيوش ديما. راه مثلا تقدر تستريم شهرين زوين، 3 شهور بلاش، 3 شهور مزيانه، شهرين بلاش. يعني ما يمكنش تعول على تويتش، ما يمكنش تعول. كنقولها لاي واحد باغي يستريمي وكيصحاب بان تويتش غير في المغرب راه خدمه وداك الشيء، راه تويتش في المغرب ما كيدخلش داكشي اللي كتصور. انا ما معولش عليه بوحدو. انا شنو باغي ندير؟ باغي نخدم على البروجي ديالي، وتويتش نخليه فوق الشبعه. مثلا خدام بالبروجي ديالي والفلوس اللي كتدخل ليا تويتش نقدر نزيدها في البروجي، نزيد يعني خدام في الدومين ديالي. تويتش في المغرب ما تفكرش بانه غيديك لشي بلاصه ولا غيعيشك ولا دير بيه عائله ولا سميتو ولا. تويتش في المغرب محدود، غتكون كتستريمي حيت عزيز عليك هادشي تقريبا، ولا اللي دخلتي منه مرحبا. فهمتيني؟ مثلا تكون خدام بالخدمه ديالك وتويتش، انت خدام في الخدمه ديالك وتويتش اللي كيدخل لك تويتش مرحبا به زعما فوق الشبعه. تنقولوا تويتش ما غاديش تعولي خصوصا المغرب، حيت مثلا نتايا مثلا كنتي في شي دوله واحده اخرى وعندك واحد الاودينس اللي مش كبيره ولكن عاديه تقريبا 100 150 فيور. كنتي في فرنسا غير هاد 150 فيورز 200 فيورز راه تقدر تعيش بهم ودير بهم شحال. علاش؟ الدوله ديالك ديجا هزاك، كونيكسيون رخيصه، كلشي رخيص تما، يعني تقدر تجوج عادي وغادي وانت كتطلع. فهمتيني؟ يعني غادي وكتطلع. يعني خلاص القول تويتش في المغرب ماشي 100% تعول عليه. الناس اللي كيسولوا بان واش تويتش فيه الفلوس زعما وتعول عليه، ما يمكنش تعول عليه. ضروري شي حاجه اللي تكالي عليك السعر، الخدمه ديالك، والديك، بروجي ديالك يكونوا مع تويتش. فهمتيني؟ ماشي تعول عليه 100%. غوسو ياسين، شنو هما الصعوبات اللي لقيتي ملي بديتي ستريم حتى لدابا؟ قلت لك السط راك غادي العز اخي غوسو ياسين. المشاكل اللي كنلقى حاليا انا في ستريم هو اول حاجه يعني كتكون ساكن حدا الجيران. مثلا ستريم كيخصك تخرج داكشي كامل اللي عندك، تكون فري يعني اللي بغيتي ديرو. هنا ما تنقدرش نغوت اول حاجه. ثاني حاجه ما كنقدرش نغوت حتى حيت على الوالده اللي ساكنه معايا وداكشي، ما كنبغيش ما كناخذش راحتي. انا مرتاح ولكن ما كناخذش هذيك الراحه اللي بغيت انا. هادو هما المشاكل. ثالث حاجه ولي صراحه ما كنسميوهمش مشاكل. دوك الناس اللي كيبغيو غير يطيحوك، يعني هادوك كاينين في اي دومين، يعني هادو ما كنسميوهم مشاكل. علاش؟ حيت الناس اللي كتسيبورتي تيكونوا كثار من هادوك، يعني كينسيوك سميتو. الصراحه هذا هو والمشكل ديال عاوتاني غير الصحه. بعض المرات كتعيا، بعض المرات كدير. يعني الصراحه ما الحمد لله انا ما لقيت حتى شي مشكل. لقيت بزاف ديال الناس مورايا وعاونوني، كنشكرهم من هذا المره. يعني اي عاونك باش ما كان معاك دار الاشهار ستريم ديالك، عاونك في الخدمه سميتو. تحيه الفاطال فريمون عاونني في البدايه ديال الستريم ديالي الا كنتو عاقلين. انا حيت بديت بالتورنوات وداكشي يعني فريمون وقف معايا فابور، ما حتى شي حاجه يعني وقف معايا. شكرا الفاطال كندوي دابا بصح، يعني شكرا الفاطال.
زعما الصعوبات اللي كتلقاك تكون بوحدك، ما فاش كيكون معاك بنادم تي سيبورتك اي واحد باغي يسيبورتك باش ما كان يتفرج فيك دونيشن كلمه زوينه يوقف معاك باش ما كان. سفيان مشفق، القرار ديال التخلي على الكاري بروفيسيونال وتخرج للجيمين كان في نظرك قرار مزيان باش تنصح الدراري اللي كتفرجوا فيك، علما ان الاغلبيه الفئه مازال صغيره وتقدر تتبعك في الاختيار ديالك تقبل مروري؟ ما كاين لا مرور هنايا، مروري لا حتى شي حاجه، يعني الهضره اللي قلتي منطقيه وسميتو عاديه في المجتمع ديالنا. انا الكارير بروفيسيونيل ديالي كنت غادي نتخلى عليه سواء بهذا الشيء سواء من القدام. علاش؟ انا من الصغر ديالي وانا ذي علاش انا من الصغر ديالي وعندي 15 عام وانا عايش بوحديتي، من الصغر ديالي وانا داير في بالي باللي خصني يجي واحد النهار اللي ندير شي حاجه ديالي، نخدم عند راسي بروجي ديالي اي حاجه، المهم نخدم عند راسي. علاش؟ شي حاجه اللي غادي تدوم ليا ديما، شي حاجه عند راسي، فهمتيني؟ حيت ما يمكنش تبقى خدام ديما عند الناس. فاش كنقول خدام عند الناس يعني مثلا شركه سميتو، خصوصا الصالير غادي يكون في المغرب وراك عارفين، يعني انا ديما كان عندي ندير شي حاجه راسي. كنت طاحوا عليا بزاف ديال لي بروجي وانا صغير كنت بغي ندير تريتور، كنت بغي ندير صالون ديال الحلاقه، نخدم معايا الناس، ديما عندي في بالي هذه الفكره. دابا فاش جا هاد الدومين ديال الجيمين عزيز عليا، قلت علاش من نخشي حاجه في حاجه ون صافي. حيت انا الخدمه الكارير بروفيسيونال ديالي دخلت ليه، علاش؟ ماشي باش نبقى فيه ديما، باش ناخذ اكسبيريونس، باش نتعلم اللغه، باش نجمع شويه ديال الفلوس، باش نعرف الحياه كيفاش كدوز، باش نتلاقى بزاف ديال الناس. يعني هادشي علاش دخلت. انا كنت عارف راسي ما غاديش نطول في الدومين ديال الخدمه وداكشي، كنت عارف راسي ما غاديش نطول. ديما تنقول راسي غيجي واحد الوقت خصني ندير شي حاجه اللي ديالي، جا الوقت باش ندير شي حاجه ديالي. ندوز اللعيبه ديالك ديال شنو كتنصح الدراري اللي كتفرجوا فيك؟ علما انا باقي صغار، عندي نصيحه وديما تنقولها، الناس اللي كتقرا وعارفه راسها عندها مستقبل في القرايه وعارفه راسها تقدر تمشي بعيد في القرايه، وهادشي ديال الجيمين غير فان، غير كينسيو به الوقت شويه، هادو الناس هادو تنقول لهم تبعوا القرايه ديالكم، راه والله ما غادي تندموا على القرايه ديالكم. اخر حاجه تقدر تندم عليها هي القرايه ديالك، عمرك ما غادي تندم على القرايه، واخا تكون قريتي 20 عام ديك القرايه اللي قريتي، عمرك ما غادي تندم، غتنفعك. سو الدراري تنقول لي ناجحين دراسيا وعندهم الوقت ديال القرايه وعندهم سميتو المعتل، الوالدين ديالهم ما يقدروش يديروا حداهم شي حاجه من غير القرايه، تبع القرايه ديالك راه غادي تنفعك القرايه ديالك. حاول تكمل القرايه ديالك في فرنسا الا كانوا والدك ميسر عليهم، لا ما كانش كمل القرايه في المغرب. المهم تنصح بدراري يكملوا القرايه. النوع الثاني اللي تيكون فاشل دراسيا، فاش كنقول فاشل دراسيا ما انا فاشل دراسيا، ما كاينش عندي الراس ديال القرايه، الراس ديال القرايه ديال المحدود، يعني كتحبس غير في الباك صافي، ما كاينش لاش تبقى تضيع الوقت. مثلا انا في لافاك ما نفاليديش شحال من خطره وفي الاس ان بقى واقف فيها نص، علاش غنضيع هذوك 3 سنين ولا عامين في الخوا الخاوي؟ علاش الناس اللي فاشلين دراسيا واللي ما 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 ما, ما, ما عندوش زهر في القرايه ولا ما عندوش الراس ديال القرايه ولا ما عندوش شي حاجه ما مخلياش باش يقرا مزيان، يعني هذا ما يبقاش يضيع الوقت. كاينين بزاف ديال الحوايج، نتعلم لغه نمشي نخدم غير في ستاندر دابيل، اي لغه نتعلمها من غير الفرنسي نقدر نخدم في ستاندر دابيل بسالير زوين، وتخرج من داك ستاندر دابيل تلقى ستاندر دابيل واحد اخر ويسهل عليك الله تخرج لبرا. يعني الناس اللي ما عندهمش القرايه يدير شي حاجه كيبغيها، مثلا يشوف والديه واش عندهم شويه ديال الفلوس يقترح عليهم شي بروجي، وهالي كاين. يعني الناس اللي كتفرجوا فيهم ما عندهمش مع القرايه راه كاينين بزاف ديال الحلول. تعلم لغه، دير شي حاجه كتبغيها، تبع شي حاجه اللي انت كتبغيها، الجيمين كره عطى الله شي حاجه كتموت عليها تبعها، حيت غادي تعطي فيها بزاف. شنو لا فيديو كنصنوا الجيمين في الماروك؟ الجيمين في الماروك ما نكذبش عليك احسن من شحال هادي، ماشي دابا ولا زوين ومزيان وكلشي مزيان، لا ولكن احسن من شحال هادي. المهم ملينا كنشوفوا شي شويه ديال التقدم في هادشي، لا من حيت بزاف ديال الحوايج. زينب وطالب، شنو نقدروا نديروا تو امبروف ذا جيمين كوميونيتي في المغرب؟
اول حاجه اللي ضروريه ولا انا لا كأنا ستريمر ولا انا فيور ولا انا ولا انا شركه ولا انا ما عرفتش هي نسيبورتي بنادم باش ما كان سيبورتي باش ما كان سيبورتي كيف ما قلت لي شي واحد ستريمر غير نبارطاجي لي ستريم ديالو واخا ما نكونش نتفرج تهوستات عند شي واحد غير ندير فولو واخا ما غاديش نكون نتفرج كلمه زوينه نهضر مع بنادم زوين نسيبورتي غير بالهضره نسيبورتي بلي دونيشن نسيبورتي بلي سبسكرايب نسيبورتي باش ما باش ما قدرتي تسيبورتي سيبورتي راه انفو كتفرج في شي واحد راه كتسيبورتي يعني مثلا يكونوا تورنوات بزاف واحد يسيبورتي الاخر كل واحد نكملوا بعضياتنا راه السيبور هو اهم حاجه باش يطلع في المغرب وتحيد الشفره وتحيد النصب وتحيد الزمر وتحيد سميتو راه هادشي لينا صاحبي راه في المغرب راه خصنا نعاونوا بعضياتنا كل واحد يسيبورتي الاخر باش ما اتاك الله باش ما قدرتي باش ما قدرتي باش ما قدرتي امين سملالي واش كنتي كظن انك توصل هادشي ملي بديتي ستريم صراحه انا ما كذبش عليك انا راه كيف ما قلت كنقول للدراري راه كنت كنتفرج من تويتش شحال هادي ودخلت التويتش ماشي على قبل الفلوس ولا سميتو دخلت تويتش علاش حيت كنت كنبغي هادشي كنبغي نستريمي كنبغي نسميتو باش انت كتدخل غير حيت هادشي كتباغيه وسميتو راه غتوصل واحد النيفو اللي انا مازال ما وصلت شي حاجه كبيره ولكن الحمد لله داكشي اللي وصلت ليه راضي به ومقنعني الحمد لله ما وصلت شي حاجه كبيره ولكن داكشي اللي واصل ليه فريمون مقنعني وعاجبني ديما انا ما الصراحه كنت كنت داير في بالي بانني شنار غادي نوصل لا شي حاجه اللي فيها انا علاش حيت داخل هاد الدومين حيت كنبغي ديال بصح وداخل داكشي منظم بهذه كل حاجه حاط ليها البلاصه ديالها ومحترم اللعيبات محترم داكشي ديال هاد الدومين هذا اوف كورس الا 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 بديتي كتستريم واحترمتي من داكشي من ا تال زد ثق بيا غادي توصل للعدد اللي بغيت كاينين بزاف ديال الدراري راه اللي بداو غير بزيرو فيورز واحد جوج ثلاثه هما الحمد لله دابا واصلين ووصلوا لسميتو علاش حيت كيحترموا داكشي اللي خصو يدار تستريمي في الوقت تكون كتصبر تصبر المعايير ديال الناس ما بزاف ديال الحوايج كاينين في الدومين غادي تكونوا عارفين نتوما كفيور يعني كانت عندي واحد الفكره بان نوصل هادشي اللي واصل لي انا كيف ما تقول مازال وصلت بزاف ولكن داكشي اللي واصل لي الحمد لله دابا مقنعني الحمد لله مازال ان شاء الله نمشيو لقدام بالسبورت ديالكم امين حاجه شنو النصيحه اللي تقدر تعطيها ليونغ جيمرز اللي يلاه طالعين وعندهم بونشيل كبير غير الصبر وخصو يعرف واحد الحاجه بان الدومين ديالنا قليل فيه اللي كيسيبورتي كاين بنادم اللي كيبغي يطيحك تقريبا حين واحد 30% كيبغيو غير يطيحوك الصبر وي هادشي اللي تنقول انا الصبر حيت شي حاجه ما كتجي سهله صبر سؤال اخر محمد سلام خاي يوسف لاباس عليك واش ممكن هادشي ديال الجيمين وستريم الواحد ياخذو كحرفه يدير بها دارو وليداتو ديما تنقولها ستريم في المغرب بوحدو راه ما غدير به حتى شي حاجه يلا غادي يهزك غير نتايا باش تخرج هنايا وتدور لها شويه هنايا اما باش تكون به راسك راه ميمكنش ضروري شي حاجه اللي تكالي عليك الساره كيف ما تنقولها والديك الخدمه ديالك شي بروجي ديالك صاحبتك صاحبك شي حاجه اللي ديما هزك بالفلوس ديما على طول ديك الساعات راه تويتش كيبقى غير فوق الشبع كيف ما تنقول تويتش في المغرب راه ما غاديش تسميش اخو الا كنتي في شي دوله اخرى تقدر ديرو خدمه الا كنتي في شي دوله اخرى تقدر ديرو خدمه وبزاف دايرينو خدمه عبد الرحيم ميموني كان مروكن ميك ا ليفين فروم ستريمين لا ميمكنش راه يلا شرحت هاد اللعيبه دابا ميمكنش يحيى نكتيف واي دونت يو بلاي ديفرنت تشامبس انا خويا يحيى ما نكذبش عليك ما كنستريميش باش نولي مع فرقه ونمشي للسياس وسميتو انا كنستريمي تقدر تقول فور فان يعني باش نشط راسي الشامب اللي غادي ينشطني في الستريم وغيخلي الفيورز ديالي فرحان وداكشي غادي نلعب به انا ما كنلعبش باش نوصل لواحد الايلو اللي غنمشي نلعب واحد الفرقه انا كنستريمي الفيورز ديالي كنلعب الفيورز ديالي ما كيهمني لا وصلت شي حاجه لا سميتو كنلعب طلعنا وهداك ما طلعناش وهداك المهم انا الفيورز ديالي اللي يكون معايا في الستريم ديالي بقاو فرحانين بداك الشامب اللي كنلعب
ومهم بقاو ناشطين بيناتنا الصراحه، ما داكشي علاش ما كنلعبش بزاف ديال التشامب وبزاف ديال السميتو يعني واحد الحاجه اللي ونزيدك ك ك كستريمر الغالبيه ديال اللي كيكون اللي كيكون او تي بي تيكون عندهم لي فيورز بزاف. مثلا الا كنتي او تي بي ديال التشامب واحد وداك التشامب يعني مثلا رينغار شي تشامب اللي فريمون فاني في اللعب ديالو وتيكاري وتيدير بزاف ديال الحوايج تيكون عندك الفيورز بزاف غالبيه هادو كاع لي ستريمرز اللي معروفين في امريكان وسميتو تيكونوا معروفين بتشامب واحد وكيكون عندهم واحد الفيورز اللي بزاف يعني تكون ستريمر ضروري تكون ماشي ضروري تكون او تي بي ولكن غالبا الستريم كيبغيك تكون او تي بي. عثمان وشاطو واش كتربح شي حاجه من ستريمات اللي كدير ولا والو عند كيبا برو؟ ما نكذبوش الا قلت لك ما كتربحش غادي نكذب عليك. الحمد لله تربح وتربح مره بزاف مره شويه مهم يعني ما معولش على هذا الشيء 100% يعني ما كيهمنيش سواء ربحت بزاف سواء ربحت شويه سواء ما ربحت والو يعني انا متبع الضمان حيت عزيز عليا وكيف نقول فوق الشبعه جاب هو هذاك ما جابش هو هذاك ما نكذبش عليك. لي ستريمرز المغاربه كاينين كاين الخير الحمد لله واخا حيدوا تويتش برايم ولكن باقي الخير كاين بنادم اللي كيسيبورتي والله ما نكذب عليكم الدراري غادي نقولها في هذا الفيديو هذه نيشان راه كاين شي عندك واحد فيسبوك السلام عليكم فوكس انا كنبغي نشجعك بزاف كنبغي هذاك اعطيني الحساب ديال البنكه ديالك بغيت نصيفط لك هذا القد القد كاين اللي كيصيفط لك 2000 درهم 500 درهم 600 درهم علاش كيقول لك بغيت غير نسيبورتك انت كتقول يا سيدي غير تفرج فيا ما تعطيني حتى شي حاجه راه مجرد كتفرج تقول لي لا انا الا ما عطيتش كنحس براسي ما كنعاونش راه فريمون كاين الفلوس في هادشي وكاين الناس اللي كيسيبورتي وراه بزاف ما نقدرش نقولوا هادشي ديما ولكن كتجي الفرصه. شكرا لكاع الدراري اللي كيسيبورتي وهادشي راه ما كيبقاش معايا غير بوحدي انا راه تقريبا غالبا ديال ستريمرز المغاربه دابا باش نكونوا واقعيين. اسامه المزلي كيفاش مشيتي لدبي وعلاش رجعتي؟ انا عارف غير باش ما يبقاش بنادم يسول في ستريم وصافي. مشيت الامارات على العام ديال 19 العام باش نجمع شويه ديال الفلوس واول خدمه كانت ليا باش كان عزيز عليا واحد كان عزيز عليا الفلوس تكون بيدي نبغي شي حاجه نشريها يعني داكشي علاش قلت نسالي غير نسالي نتعلم شويه ديال اللغه ونمشي تما نزيد نتعلم اللغه ونمشي نخدم. مشيت تما على 19 عام ورجعت تقريبا من بعد 3 سنين كنت رجعت هنايا كنت بغيت نتزوج وقع شي مشاكل وصدقت لقيت خدمه هنايا قلت علاش ما نجربش. المهم بحال هكا انا مشيت لدبي سياحه 3 شهور تما كتمشي تقلب على خدمه فاش كتلقى خدمه ديك الخدمه كتصايب لك الوراق ديالك سوري. وليد بالفاطمي منين جات السميه ديال فوكس؟ كنت شحال هذه كنا كنلعبوا واحد بوكيمون ما غاديش تكونوا عارفينهم واحد البوكيمون كيلعبوا فوق واحد المركبه وكيبقاو يتضاربوا كان سميتو واحد البيرسو سميتو فوكس واحد الثعلب وكنت ديما كنلعب به من تما سميت راسي فوكس في ليج فومبير في كونتر سترايك في دوفيس بزاف تما بقات غاديه فوكس وكبرنا معها. كاينين الاسئله بزاف ما عرفتش واش الفيديو غادي يكون طويل المهم انا غادي نحاول نجاوب على الاسئله كاملين واخا يكون الفيديو طويل باش الناس اللي سولوا ما يتقلقوش. حسام مصباح علاش عمرنا شفنا فوكس عنده شي تيم ومقصر معاهم في لي تورنوا؟ خي حسام اول سبب انا في واحد الدومين اللي كيحتاجوني تورنوات مثلا كتحتاجك هاد الشركه هادي تجي تكومونتي ليها كتحتاجك هاد الشركه تكون معاها تسيبورتيها هذا اول سبب يعني ميمكنش ان نكون في شي تيم وخاصني كومونتي يعني هذا اول سبب. السبب الثاني انا ما عنديش النيفو ديال تيم يعني تمشي سميتو انا كتشوفني ديامو ولكن اللعب ديال السولوكيو نقدر نلعب في شي تيم ولا سميتو ولكن ما نمشوش بعيد انا ديما تنقولها اللعب ديالي ديال السولوكيو كواحد او تي بي ما يقدرش يمشي وان تريك شي تشامب يقدرش يمشي يلعب شي تورنوا انا النيفو ديالي ماشي ديال تورنوا يعني تشوفني تنقصر وداك الشيء ولكن ديال التيم اللعب ديال التيم ماشي هو اللعب ديال السولوكيو باش نكون واضحين يعني جوج الحوايج اللي ما كيخليونيش نشارك في لي تورنوا. وحبست التورنوات تقريبا من سيزون 5 كنت كنلعب تورنوات بزاف ديك الساعات كنت ماين طوب. امين راوين سال والده والستريم وكذا دو ريغريت كامين باك تو موروكو من ناحيه النيفود في اللي كنتي فيها واللي انت فيها دابا؟ ما نكذبش عليك نقدر نقول لك هنايا احسن نقول لك علاش تما مثلا فاش كتشد 5000 درهم اماراتيه تقدر تقول هي 15000 درهم مغربيه هاد 5000 درهم راه ما غاديش تاخذها كامله غتحيد منها واحد 1300 ولا 1400 درهم اماراتيه ديال الكرا غتحيد منها واحد 700 درهم ولا 750 درهم ديال الترونسبور غتحيد منها واحد 1700 درهم اماراتيه ديال الماكله غتحيد منها شويه لك داكشي اللي كتصيفط للوالده
شحال غادي يبقى لك؟ تبقى لك واحد الحاجه اللي قليله، وهذيك الحاجه اللي قليله تقدر تشيطها من الصالير ديال 6000 درهم في المغرب، يعني غيشيط لك داك ولا يقدر هنا يشيط لك اكثر من سميتو، حيت تما راه كلشي غالي، كلشي غالي، راه ما يمكنش كيعطوك واحد الصالير وهذا الشيء غتلقى داك الشيء رخيص سميتو، يعني ديك تما راه كلشي غالي، الماكله غالي، الترونسبور غالي، السكن غالي، وهذا 1400 درهم امارات اللي قلت لك راه غير بحال دابا حنايا هذا الروم هذه فيها جوج ديال الناس، كل سرير كتقريب 1400 درهم، فهمتيني؟ الصراحه نقدر نقول لك هنايا مزيان، هنا كتعيش في دار ديالك بصالير زوين، حيت هنايا غير الصالير 6000 درهم يقدر يعيشك بوحدك، كندوي على بوحدك تعيش 6000 درهم تعيش مالك بوحدك، كندوي على بوحدك ما كندويش مجوج ولا سميتو، مي 6000 درهم كانت بوحدك تعيشك وخيرت لك شات لك الخير والبركه، خصوصا اللي كنتي ساكن مع داركم عاوتاني اللي كتشدو كتجمعوا، يعني نقدر نقول لك حاليا انايا هنايا مرتاح على بزاف، وتما الا بغيت نرجع راه نقدر نرجع، ونقدر نرجع حتى الخدمه اللي كنت فيها، ولكن هنا كتشوف هنا الجو زوين، هنا الصط البرد البرد، صيف صيف، تما كاين الرطوبه بزاف، تقدر تما في شهر واحد يعني البرد كاين في المغرب تما غير جالس عرقان بوحدك، يعني ما عجبنيش الجو تما فهمتيني، وحتى الحاله الماديه كيجيني بحال بحال، ما تبدلاتش شي حاجه بزاف. زكريا جيكس بن اودا، كيفاش قديتي تقنع والديك بالفكره ديال الستريمين فول تايم؟ علاش علاش كتهربوا ليا بالضحك ملي كتكون مستريمي؟ العز اخي زكريا، انا كيف ما قلت لك مني عندي 15 عام وانا ساكن بوحدي، يعني تقريبا كناخذ القرارات ديالي انا اللي كنتحكم، مثلا خديت شي قرار الوالده ماشي غتقول لي لا ما غديرش هذا الشيء ولا سميتو نو، تقدر تقول لي لا وليدي راه اللي كاين واللي كاين واللي كاين وصافي اللي بغيتي نتايا، انا اللي قلت لك واللي قلت لك، يعني كنت من الاخر الوالده ديالي كتسيبورتيني في اي حاجه بغيت نديرها، مثلا الوالده غادي ناخذ غير نتعلم اللغه وغادي نمشي الامارات واخا ولدي سير الله يسهل عليك وكذا 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 انا معاك، الوالده بغيت ترجع من الامارات ها اللي كاين وها اللي كاين، اجي ولدي زعما انا معاك وسميتو، الوالده بغيت ندير هذا المشروع ديالي سير انا معاك، الوالده بغيت ندير هذا الستريمين هذا بغيت نتبع شي حاجه كنبغي سير ولدي الله يرضي عليك، يعني اي حاجه كتدخل فيها بعد الفلوس بعدا ما غاديش يهضروا معاك فيها فهمتيني، حيت انت هز راسك يعني ما هزني حتى شي واحد، يعني من عندي 15 عام من درت 18 عام الصراحه عاد وليت هز راسي، من 15 عام مازال كان كيصيفط لي الوالد الفلوس، فاش درت 18 عام راه وليت هز راسي، يعني اين فوا كتهز راسك نتايا كتولي تخلص كونيكسيون راسك تمشي ترونسبور راسك تمشي الحمام راسك تمشي تاكل راسك انت اللي تقضى في الدار تقبيه، حتى واحد ما غيبقى يدخل لك في الشوا اللي كدير، اذا كنتي هز راسك تهز راسك من ناحيه الكرا من ناحيه كلشي، ما 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 ما, ما حتى واحد ما غيقول لك لا ما ديرش ولا سميتو، يقدروا يعطوك الراي ديالهم ويسيبورتيوك، هادشي اللي بغيت نقول لك، يعني الوالده ديالي كتكون معايا في اي حاجه درتها كتقول لي انا معاك ولدي الله يسهل. محمد ساخر عالي، واش ظن باللي ستريم بوحدو في الماروك كافي باش توصل النيفو اللي بغيتي تعيش فيه، واش دير الى ما صدقش البلان ديال السيبر؟ محمد ساخر ربان، ستريم في المغرب راه كنقولها ما غاديش تعول عليا، يعني ضروري تكالي عليك الساره، بالنسبه الى ما صدقش ليا السيبر غادي يكون عنده اسباب علاش ما صدقش، غادي نحاول نصلح ديك الاسباب باش نسميتو، والى ما صدقش ليا السيبر بخطر كامله ما غاديش نتنازل على الفكره ديال خاصني ندير شي حاجه ديالي راسي، ما غاديش نتنازل عليها، كاينين بزاف ديال البروجي كاينين بزاف ديال الحاجه، غادي نصبر ونخدم على شي بروجي عاوتاني اللي غادي يهزني، حيت انا هذه هي الفكره اللي داير في بالي، داير في بالي خاصني ندير شي حاجه اللي نخدم عند راسي فيها وتبقى لي الولادي وتبقى لي نسميتو. محسن العابدين، ستات شنو هو احسن لوجيسيال باش تبدا تستريمي يلاه بادي وشنو خاص يكون عندك الكام؟ خويا محسن، الستريم لابس بقى لي ساهل ولو بي اس بجوجهم ساهلين، يعني بجوجهم ما فيهمش المشاكل بزاف، وباش تستريمي ضروري شويه خصك لاكام خصك الميكرو خصك الكاليتي تكون مزيانه خصك كونيكسيون، يعني خصك داكشي ديال الستريم اللي يكون عندك باش تقدر تستريمي. وسيم هادي، يو فوكس، واش كتعتبر ستريم خدمه ديالك ولا غير كيعجبك ستريم كيف جوين برادر؟ جاوبت على السؤال اخي وسيم، انا ستريم كيعجبني سوا دخل لي سوا ما دخلش لي غادي نبقى نستريمي، ما حيت ما ماشي هو علاش معول. إلياس الشاكري، علاش ما كتستريميش ما كتلعبش جيمز الاخرين من غير لول مثلا شي حاجه بحال دارك سول ولا هولو نايت ولا شي حاجه فيها شي ستوري اللي بنادم يقدر يتبعها معاك ولا شي جيم اللي يقدو يلعبوها معاك الفيورز من غير لول؟ السؤال الثاني هو علاش فطنهم اي دي سي جوك؟ خي الياس ما نكذبش عليك، اول حاجه كيخص يكون عندي المود ديال ديك اللعبه،
خص تكون راسق عليا باش نلعب ديك اللعبه باش هذوك الناس اللي غيتفرجوا يستمتعوا. ما كنبغيش انا بنادم يجي يتفرج وما يعجبوش الحال. هذا اول سبب. ثاني سبب ما نكذبش عليك، انا عزيز عليا ليغ اوف ليجند بزاف، يعني كان هذا الجو هذا هو اللي كنبغي نستريمي، فهمتيني؟ هذا الجو هذا هو اللي كنبغي نستريمي. ثالث حاجه، فاش كنبغي ندير فقرات في الستريم، انت راه غادي تكون عارفني، كنبغي ندير فقرات في الستريم، نهضر مع الدراري، نهضروا على شي حاجه، نديروا شي لعيبه، يعني بلاص ما نلعب شي لعاب اخرين اللي سميتو، كنبغي نهضر في شي حاجه. وديما تنقولها، انا كنبغي نخلي الستريم ديالي معروف بالليغ اوف ليجند. يعني بنادم فاش يقول فوكس يقول هذاك اللي كيلعب ليغ اوف ليجند، ماشي غير يقول هذاك اللي كيلعب ليغ اوف ليجند وسميتو. يعني هذه هي الفكره اللي كنت بادي فيها قبل ما نبدا الستريم، يعني كأنا غنولي معروف بالليغ اوف ليجند، يعني كنستريمي ليغ اوف ليجند بوحدها، واخا الاخرين غيجيبوا الفيوز بزاف ولا سميتو، ولكن انا بغيت نبقى معروف بواحد الحاجه اللي وحده. ياسين بروان، كيفاش كتشوف راسك من كيفاش كتشوف راسك من هنا 10 years؟ ديب كويشن خي ياسين، دابا انت كترولي. اذا غادي نشوف راسي من هنايا من 10 سنين؟ داك لي انترفيو بعد مني، انت عارف كترولي يزلاين بعد مني. جواد بنز، بما انك اشهر ستريمر دلول في المغرب، واش كيبان لك هاد الدومين كيوكل خبز في المغرب؟ راه تنقولها، الا كنتي مثلا غتستريمي وغتخدم مع هاد الشركه وغتخدم مع هاد الشركه وغتخدم مع هاد الشركه، اوكي نقدر نقول لك يدير شي حاجه في المغرب. اما كنتي غير غتستريمي بوحدو، اوهو اوهو اوهو، ديما ستريم في المغرب فوق الشبعه. Do you have ALD Hussein? Do you have any plans for the future besides streaming? مشروع ديالي هو اللي المشروع ديالي. ياسين، إحساس ديالك الأول مرة ستريميتي فيها وبدأوا كيجيو ليفي؟ أنا ديجا كنت كنستريمي فاش كنت في الإمارات، كنت كنستريمي ولا كنت كنستريمي غير فور فان باش نضحك مع الدراري، الناس ديال القدام غادي يكونوا عارفيني. فاش بديت كنستريمي بهذا شهر 7 اللي فات، كنت عارف شنو غادي يوقع، وكنت عارف بزاف ديال الحوايج حيت فايت ستريميت، ماشي اول مره غادي نستريمي، يعني عارف كانوا كيجيوني، كنت كنوصل حتى ل 50 فيورز شحال هذا، يعني ما كانش كيهموني العدد ديال الفيورز شحال كيتفرج فيه، انا كنت كنفاني عزيز عليا نستريمي وصافي. فيلكوزر محسن، واش السيبر ديالك ايكون هارب على الام جي او ولا داكشي مع الوقت تابغريدي؟ خاي فيلكوز ما نكذبش عليك، انا دابا ما دايرش بالي خاصني ندير سيبر واعر على هذا ولا احسن من هذا ولا احسن من هذا، باغي ندير واحد الحاجه اللي كتعجبني انايا، اللي غتعجبني انايا، سواء كانت هاربه ولا ما هارباش ولا سميتو، يعني واحد الحاجه اللي كتعجبني انايا غادي نديرها قدامي، يعني تعجبني انايا، ما يهمنيش واش احسن من الاخرى ولا الاخرين احسن مني ولا سميتو، يعني واحد الحاجه ديالي عزيزه غادي نديرها، ما كنفكرش في هذا الشيء نهائيا، يعني سواء يكون هارب سواء يكون هارب. مهم درت الحاجه ديالي، وهاد الحاجه راه غادي نبدا نرقع فيها، غادي نبدا نقاد فيها حتى تولي زوينه، ولا تقدر تبان زوينه من الاول. المهم انا المهم هو الفكره نديرها، اما داكشي زوين سميتو كيتزاد مع الوقت ومع الخبره، ما تعرف ان شاء الله نبغي ندير السيبر ثاني نديرو احسن من الاول. المهم فين وصلتي في البروجي ديال السيبر؟ ان شاء الله بحول الله بديت كنقلب على المحل، قريب ان شاء الله، غالبا يعني في شهر 6 النص ديالو ولا في الاول ديال شهر 7 ان شاء الله يتحل بحول الله. محمد طالب، عالي، واش في نظرك ستريم يقدر يدير لك مستقبل؟ حتى انا باغي نبدا وباش تنصحني الصاد، راه قلتي راه الا تفرشي فيديو من الاول غادي تعرف بان ستريم بوحدو ما غاديش يهزك، ستريم مغربي فوق الشبعه. وإلا كنتي باغي تبدا ستريمي حط واحد اللعيبات اللي خصك تحترمهم، من السيتاب حتى كيفاش انت كتصرف ولا كيفاش انت كتلعب ولا سميتو. حريشه، واش نهار الاول السيبر ادير العباسي؟ اوف كورس الصاد، نهار الاول غادي نديرو فابور للدراري اللي بغى يجي مرحبا. يونس وهادندن ولا ما عرفتش، واش لبديتي ستريم وندوي بلونغلي؟ واش الا بديتي ستريم وبديتي كدوي بلونغلي غتجيب الفيور؟ لا ما يمكنش، حيت راه كاينين بزاف كيستريميو بلونغلي وما كيجيبوش الفيورز. الصاد شكون اللي كيجيب الفيورز؟ راه الفيورز ما كيتجيبهمش اللغه، راه مثلا كتلقى واحد برازيلي كيدوي باللغه البرازيليه وعنده 14000 كيتفرجوا فيه، وماشي غير البرازيليين. واش هذاك جايين على قبل اللغه اللي كيدوي البرازيليه؟ لا، جايين على قبل اللعب، جايين على هو كيفاش داير، على سميتو. راه اللي كيجيب الفيورز ماشي هي اللغه، اللي كيجيب الفيورز هو كيفاش انت كتستريمي،
كيفاش انت كتستريمي وكيفاش كتخلي بنادم يبقى عندك في الستريم، شنو كدير في هذا الستريم، فهمتيني؟ راه ماشي اللغه اللي كتجيب لك الفيورز. كاين بزاف كيدوي بلونغلي وما عندهمش الفيورز. انت ستريمي بلونغلي دابا، واش انفو ستريم بلونغلي صافي غتبان لك 14200، ما غايبان لك حتى شي واحد. خاص بنادم يعرفك بعدا كيفاش كتستريمي. زكريا الرشيدي فوقاش يرجعوا يا تان والانترفيو مع الستريمز قريب ان شاء الله. خاي زكريا طه طه بن فوكس، كيفاش جاتك هاد الفكره ديال تبدا ستريمين وشنو هما البروبليم اللي لقيتي؟ خي طه بن راه كيف ما قلت لك على شحال هادي كنت كنتفرج في الستريمرز اللي ديال برا، وسميتو كان ديما الامنيه ديالي هي نستريمي تاعنا نستريمي، والله تحققت لينا. المشاكل راه عاديين تيكونوا ديال لافيبر ديال الجيران راك عارف. زشاري الحلو، كواحد من الستريمرز المغاربه اللي عندهم فان بيز محترمه، شنو يقدر فوكس يدير باش يوصل للعالميه ويدي ماركه؟ كاينين دي بروجي قراب بعاد بس توصل للعالميه ما صعيب شويه، صعيب باش توصل للعالميه. نقول لك علاش، باش توصل للعالميه وتولي معروف، باش تولي معروف يا اما خصك تبدا تبان في دوك الفيديو ديال الفان اوف ليجندز بزاف، يا اما تهوستا من عند لي ستريمرز اللي معروفين بزاف، مثلا تهوستا من عند اميكوتي باي، تهوستا من عند تيف بلايد، يعني كاملين هذوك هوستيو. وكيفاش تهوستا؟ تبين ليهم ديال بصح، تبين ليهم ديال بصح بانك راك ستريم ويرجعوا عاوتاني. هي الطريقه هي باش توصل للعالميه، يعني بالهوست بتبان بزاف في الفيديو وضروري باش توصل اللغه العاميه هذاك، على الاقل تكون كتهضر بالانكلي، يعني ديك الكوميونيتي اللي عندك ديجا كتهضر معاك غير بالانكلي. ايوا بزول داك، شكون هو ستريمر اللي عاونك فاش بديتي وقبل ما تبدا ستريم؟ شكون اللي كان كيعجبك تفرج فيه مغربي؟ خي ايوب ما نكذبش عليك، انا ما عاوني حتى شي ستريمر في الاول. علاش؟ انا اللي كنت كنعاون لي ستريمرز، كانت عندي واحد الباج في فيسبوك راهي مازال عندي ديال الترول وداك الشيء، كنت كنعاون بها لي ستريمر. يعني اي ستريمر كيدير شي ستريمر مغربي كيستريمي كنشد كندير ليه بيوب، كنعاون لي ستريمرز المغاربه، كنعاون لي ستريمرز المغاربه الصراحه. ما كاينش واحد هوستاني ولا سميتو، وكنت ديما كنبغي نوصل داك النيفو اللي نعاون فيه لي ستريمرز المغاربه اكثر من داك البيب اللي كندير في باج فيسبوك. دابا تحت لي الفرصه وليت كنهوستي وليت كندير بزاف ديال الحوايج الحمد لله. شحال هادي راه كان اللي كنت كنتفرج فيهم، اللي كنت كنتفرج فيهم عندك كريستال دريمرز كاسايكو، كريستال دريمرز كاسايكو، واحد الوقيته ترونزاتلاس تا هو بديت كنتفرج فيه، ماجيك فيديكا تا هو، تقريبا شي خمسه اللي كنت كنتفرج فيهم. حياه متهدي، شنو هما الصعوبات اللي واجهتك في هذا المجال ديال الجيمين من ستريم حتى للسيبر؟ خي حاتم هضرت على هذا الشيء ديال سميتو، الا تفرجتي في الفيديو الاول غادي تعرف. ايوب موج صاد، واش ابخي ما كنتيش ديتي الباك ومشيتي الامارات خدمتي؟ عمرك ندمتي حيت خليتي القرايه ولا كان عندك امبوت من الاول؟ خي ايوب موج فوقاش كتندم على القرايه؟ فوقاش غنقول تفو كان عليا غير نقرا نكمل القرايه ديالي؟ الا كنت عارف انا راسي بانني غادي ننجح في ديك المدرسه في القرايه، وغير انا اللي ما بغيتش نكمل واختاريت واحد الحاجه، اما انايا كنت عارف بانني ماشي ديال القرايه، ما عنديش علاش نبقى نضيع في السنوات حتى نضيع 5 سنين نقول على حقا ضيعت الوقت ديال في القرايه كان عليا ندير هادي. انا فاش شفت الوقت غيفوت عليا ضيعت 3 شهور من حياتي الصراحه في القرايه، زعما اللي ضيعتها في القرايه زعما اللي زايدين يعني في داكشي 3 شهور من تما صافي قلت بلاتي حبس المرقه، اجي نتعلم هادي ونمشي اخويا نعتق راسي قبل ما يفوت التران. ديما ندم على القرايه الا كنت غادي عارف راسي غنجح فيها وما كملتش، اما انا عارف راسي ما كنتش غادي نوصل. مثلا انا النيفو ديالي دي ديامور 4، النيفو ديالي دي ديامور 4 ما بقاش نقول لا كان عليا ندير باش نوصل شرانجر وباش ندير باش في التيم، صافي شي حاجه عارف راسك ما غاديش دير فيها مزيان ما غاديش تندم عليها. يعني دابا ما غنتقلقش انا الا ما طلعش شرانجر، ما غاديش نقول لا ندير علاش ما علاش حيت مازال النيفو ديالي ما وصلش. انا عارف واحد الحاجه كتكون عارف راسك شنو غادي دير، عارف خونا واش تقتلو تحت التاور ولا ما غتقتلوش. ايوب المنور، واش البروجي ديال السيبر اللي خدام عليه كتشوف راسك تقدر تكمل فيه وتبني عليه مستقبلك وعائلتك وتكبر به ولادك؟ اند جود لك اخي يوسف، حنا ديما معاك واخا غاب كلمه زوينه اللي غتفرحك. العز اخي ايوب المنور، على ما كنشوف انايا وي تقدر تعول عليه، على ما كنشوف انا وي تقدر تعول عليه.
يونس ميلجيوس مغزولي، علاش غنسول لك السؤال ديالي ما غاديش يدوز؟ واه كومون الساط، راه حطيت الاسئله كاملين. عادل رميدي، فاش بديتي هاد العام في تويتش واش حسيتي براسك بحال الا حركتي الدراري شجعتي بنادم يبدا يستريمي والكونتنت كرياتور في يوتيوب بحالي انا والدي اي موشي سيك موسيك مود كاع هادوك اللي كيديروا الهايلايت وكذا، وشنو في نظرك نقدروا نطوروا ولا نزيدوا لنا نزيدوا لنا ناقص دابا ويكون من هنا لقدام؟ واه صار بزاف ديال الدراري ولاو كيلعبوا ليغو اوف ليجند على على زعما بسبب داك الستريم اللي كندير، بسبب ديال الناس كيتاو ليغو اوف ليجند ورجعوا ليها، بزاف ديال داك خرج بداو كيستريميو بدا لي ستريمرز بزاف ولاو تيبانوا يعني فوالا انا فرحان ولاو كيبانوا بحال دي اي ايمانه موشي داك سيك مود يعني بداو تيبانوا بزاف حيت ولاو لي ستريمرز المغاربه بزاف ولاو تيبانوا يعني فوالا انا فرحان بهاد القضيه هادي الصراحه والله ماشي صراحه انا بسبب اش درت هادشي ولكن غير كتحمس بنادم ماشي زعما نقول لك انا كون ما كنتش انا ما غيكون حتى شي واحد ما نقدرش نقولها انا كاين بسبب ديال بزاف ديال الناس انا نقول لك غير كتحمس الواحد يعني كتشجعو صافي مثلا كتستريمي كيشوف خونا كيشوف كتستريمي وكذا 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 حتى هو كيتحمس وكيبغي يدير يعني كترش عليه داك لا كتفيقو صافي. اللي مهدي خويا فوكس واش عمرك فكرتي تعتزل ستريم ولا تبدل حرفك؟ كنت غادي نعتزل هادشي ديال ستريم من ولاتي ولا كيقاس العائله ديالو سميتو قلت ما مال على هادشي ولكن فاش رجعت السين تا وسميتو يعني لقيت بان هذا هو الدومين هذا يعني انت قلبتي على الدومين يعني هذا الدومين هذا في هادشي ما عندك ما دير خصك تعايش مع هادشي يعني راه بنادم في ميريكان وسميتو كينزيد العود بنادم ما تيبغي يهبطك وبغي يشري لك صداع ويدخل لك مع العائله ديالك وداكشي. تقريبا هذا اخر سؤال الدراري سمحوا لي لا طولت عليكم غادي نختار واحد من الدراري اللي سولوا غادي نعطيه طابي غادي لونسي في جروب. الناس اللي مازال ما دخلش الجروب ديالي راه غادي نحطو لتحت في الديسكريبشن الباج ديالي فيسبوك حتى هي اللي بغيتو معايا فيسبوك مرحبا الساط ما عنديش مشكل كنتي غدير سيبر ولا سميتو نعاونك ندير بيب فابور ما تخلصني حتى شي حاجه. المهم الفيسبوك ديالي غادي نحطو لتحت. سمحوا لي طولت عليكم بزاف ولكن راه قريت كاع الاسئله راه ما بغيتش نقرا شي سؤال يقول لك علاش ما دوزتيش زائد على كاع الاسئله اللي تسولوا فريمون زوينين الساط يستحقوا يدوزوا. ما عرفتش الفيديو شحال تكون فيه من دقيقه. المهم شكرا لكم الدراري بزاف على السبورت ديالكم على السبورت اللي كتسبورتوا ستريمرز المغاربه وان شاء الله حنا ديما غادي نتقاتلوا باش نعطيكم شي حاجه زوينه اللي تدوزوا بها الوقت. بيس 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 بيس, بيس.